تحطي بدون اذن حتى. يلا اعطيني هذا ايباد. هذا انت حكيتي لماما انه بدك تاخذي الايباد؟ لا. طب ما انا خلاص لازم تساليها اول شيء ليش لعبتي بدون ما تساليها، هيك راح تعاقبك. ماما حكت ساعه ولعبنا ساعه، يلا اعطيني ايباد. لازم تسمع الكلام، روحي العبي بشيء مفيد، لوني لك العاب العبي فيه. انا رايحه اشتغل. يا صغيرتي انا حتى عمري يا صغيره انا كبيره لا صغيره مرحبا مرحبا امي هابي بيرثدي لك هابي بيرثدي حبيبتي عفوا 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 باكي امي سوف اشمك احبك مليت شو عملت اها اجت لي فكره نروح اكل انزوي زاكي هون مين دي يطبخ ماما مش هون شو هاد اندوم يا ماسا ماشي هيني جاية وين بدك تروحي يا ماسا يا الله منك خلص اعطيني اياها للصحن هذا خطير كثير على الصحة ماما ما بتسمح لنا ناكل اصلا هذا مو بيد انا بدي خلاص ما رح اكل ما تاكل ماما ما رح اكل ماشي برا بسامحك شوكولاته سميرة تعالي شيلي ورا الأرض نعم نعم شو ناديتي؟ ما نادت عليك ناديت أسميرة حتى لو ممنوع تكبي على الأرض يلا شيلي هذا غلطتك بتكبيها بزبالة وليش هي سميرة بتشتغل عندك سميرة؟ سميرة بتساعدنا عيب هذا الإشي اللي بتعملي فيه هي زينة حرام نعاملها هيك وإذا هي بتساعدنا نكبي على الأرض صح كلامك خلها بشيلها ليش مين بده يركبها هلا كيف تتركب هاي من قال لك تاخذي لعبتي ما ليش تكسرتيها امبارح ما اشتريت لي اياها مين بده يركبها هلا حرام عليك انا بحب هاي اللعبه هذا يعني مش مشكله والله لا اقول لماما عنك انا بدي اقول لماما عنك لا ايش سوار ماما ما تضل عم بدي وجع لا ما اول شيء في اداب للكلام ممنوع تحكوا مع بعض هيك دور دور اوكي شايف هاي اللي عملت قطعتين او احنا بنحكي هاي الغلطه الثانيه ما بتصير لازم تسمعينا اول بعدين بيجي دورك شطوره سوار الله يرضى عليك يا ماما ايش صار احكوا لي ماسا شو اسمه كسرت لي لعبتي وكان كثير غالي وانت امبارح اشتريتي لي اياها وبحبها انا هي ماسا بتقول عادي وكبت الشوكولاته واكلت اندومي وتخبت وراحت على الايباد كل هاد ماسا عملتيه اليوم
أول شيء اعتذري لأختك لأنك كسرتي لعبتها. آسف. سامحيني صغار. خلاص بس هالمرة بسامح. شكتورات الله يرضى عليهم الحلوات. أنت كمان لازم تسمعوا الكلام ماما لأنها ماما بتحبكم ومتحب مصلحتكم. روحوا هلأ هلأ عند ماما قولوا لها بحبك يا ماما وشكرا على كل إشي. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. هلو رمضان جانا حط لايك وشير.